الحاج أحمد قطيب الإمام بأحد مساجد ولاية عامة، بعد حثه للمصلين بضرورة التلقيح ضد الوباء، ها هو اليوم نموذجا، وللفعل هذا دوافعه. لما تكون القدوة تكون الثقة، وحينما تكون الثقة تكون المنفعة. إذا أراد يأمر بشيء فليبدا هو بنفسه به، ورسول صلى الله عليه القدوة حسنا، فكان إذا أمر بشيء بدأ فعله. مديرية الشؤون الدينية بمبادرتها هاته تضفي على عملية التلقيح صبغة خاصة. اليوم هذه العملية عبارة عن سلسلة من العمليات التي سبقت عملية التحسيس، وهذا اليوم لها صبغة خاصة إذ أنها تكلفت بها الشؤون الدينية مع عدة قطاعات وحضرها مجموعة من الأئمة. جهود قطاع الصحة تبقى متواصلة بتوفير الوسائل المادية والبشرية. احنا أبينا أن تكون الانطلاقة من هذا المجد ويتم تعميمها إن شاء الله في جميع الساحات وفضاءات الأماكن العمومية. نطمئن ساكنة ولاية النعامة أن كل الوسائل المادية والبشرية راها متوفرة. الدكتور محمد الأمين واحد من هؤلاء، أو أحد جنود الجيش الأبيض، ساهر على نشر ثقافة الوقاية، وهو الذي يعرف أكثر من غيره معنى درهم وقاية خير من قنطار علاج. نظرا للوضعية الوبائية رأينا إلا نوسع من وتيرة ونزيد من وتيرة التلقيح. الحمد لله هنا كانت ديجا عملية التلقيح تتم على مستوى المؤسسات الصحية، خصنا فضاءات عمومية في تكون هنا أنفاس مساجد في الأماكن العمومية خاصة. الحمد لله لحد الآن لاحظنا في هذه الأونة الأخيرة وشاهدنا اتداد مواطنين بصفة بواحد الوتيرة زعما كبيرة على مستوى مراكز التلقيح. الحمد لله. يبقى التلقيح ضد الوباء من بين أهم إجراءات الوقاية، فضلا عما ينصح به المختصون من تباعد ويقظة وغيرها.